عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات. ناقش الاجتماع تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع وفد من شركة عالمية لاستعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري. وشدد الوزير خلال الاجتماع على دعم الوزارة الكامل للشركة والتزامها بإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الشركة، مشيرا إلى أهمية قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصري والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر. اجتمع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ميرسك اي بي مولر برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك كيث سفنسون لبحث سبل تعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. خلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق أطر عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون في مجال التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أهمية تطوير وتحديث الشبكة الموحدة للكهرباء. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية استعرض وزير الكهرباء سبل تدعيم أوجه التعاون القائمة في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة. كما ناقش وزير الكهرباء الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ. وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما أملت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 5,300,000,000 جنيه. وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2,068,000,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر إيجاكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 30,141 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاكس 70 بنسبة 72% ليغلق عند مستوى 6,900 نقطة. وصعد مؤشر إيجاكس 100 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 9,881 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي، لكن انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية حد من الخسائر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 21% ليصل إلى 76.26 دولارا للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.15% ليصل إلى 72.04 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.17% لتسجل $2.26 للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.02% لتسجل $2.13 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت 4000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألف طلب في الأسبوع الماضي. سجل معدل التضخم في روسيا ارتفاعا ملحوظا في يوليو الماضي، حيث بلغ 9.1% على مستوى سنوي على أساس سنوي وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الوطنية الروسية روستات. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.14% على أساس شهري، بينما تسارع النمو المعدل موسميا إلى 1.33% مقارنة بشهر يونيو. وقد استجابت السلطات لهذا الارتفاع برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%. وفي الوقت نفسه قامت الحكومة بإنهاء برنامج الإعانات للرهن العقاري، مما أدى إلى انخفاض حجم الرهون الجديدة، ومن المتوقع أن يقلل ذلك من زخم التضخم. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى دينا وشرو إليكم. شكرا لك سارة نجيب.